رئيس الجمهورية يستقبل وفدا أوروبيا برئاسة المدير العام للتعاون الأوروبي. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ينظم في أطار دورة تكوينية حول فقه الإمامة وأساليب الخطابة. توقيع بين بلادنا ومفوضية الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل بقيمة 25 مليون أورو لدعم المالية العامة والأمن والتنمية ومواجهة آثار الهجرة السرية. مساء الخير. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي وفدا أوروبيا برئاسة السيد ستيفانو مانسيرفيزي المدير العام للتعاون الأوروبي. بحث اللقاء علاقات التعاون القائمة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وسبل تطوير هذه العلاقات. جرت المقابلة بحضور السادة أحمد البهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، جياغو مو ترازو السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى بلادنا، أنجيل لوساغا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الساحل، ديدي فيرتي رئيس خلية غرب إفريقيا بالاتحاد. وأدرى المدير العام للتعاون الأوروبي بعيد اللقاء بتصريح التالي: تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، وكان اللقاء مناسبة طيبة لبحث وتناول العديد من المواضيع. أود في هذا الصدد أن أشيد بجودة العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في جميع المجالات، مما يبرز توقيع عقد لدعم الميزانية وتسيير الماليات العمومية لإكمال وحفز الإصلاحات. وهذه الأنشطة تأتي بعد استئناف التعاون الثنائي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي على مستويات عليا بعد سنوات من التوقف، حيث سيتعزز هذا التعاون خاصة على المستوى الثنائي من خلال دعم البرنامج الأمني في إطار مجموعة دول الساحل الخمس. وفي هذا المنحة يسرني أن أنوه بالأمن والاستقرار الذي تشهده منطقة الساحل، وأن أعبر عن إعجابي بما لمسته من فعالية المقاربة الأمنية الموريتانية التي جعلتها أكثر استقرارا وأمنا واستطاعت حمايتها ضد التهديد الإرهابي، وأصبحت هذه المقاربة نموذجا يحتذى به في العالم. وقد تناول اللقاء كذلك مع رئيس الجمهورية موضوع أهمية مواصلة الطرفين العمل معا في المجال الأمني، وأكدت على أن النهج الذي اتبعته موريتانيا من المقاربة الأمنية كان الأكثر نجاحا وفعالية، ويتعين على كل بلدان الساحل أن تأخذ به نموذجا. وقد هنأت رئيس الجمهورية فخامة السيد محمد عبد العزيز على النهج والخيارات التي اتبعها لترسيخ التعددية السياسية وتعزيز مسيرة الديمقراطية في البلد. والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد والمحم في مؤتمر صحفي مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. ملخص لما جاء في هذا المؤتمر في الورقة التالية: خلال اجتماعها الأخير درست الحكومة وصادقت على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات شملت قطاعات الاقتصاد والمالية والزراعة والنفط والطاقة والمعادن والاتصال. البيان المتعلق بحصيلة قطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان للفترة 2009-2018 وآفاقه المستقبلية كان مجال عرض وتعليق من لدن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. هذه الحصيلة اللي تميزت بالكثافة في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية لسنوات 2009-2018، حيث عمل القطاع على تكثيف العمل وأنجز خلال هذه الفترة العديد من العمل الميداني والواقعي والملموس في قطاعات الثقافة والإعلام والعلاقات مع البرلمان والصناعة التقليدية، مع احترام الترتيب القطاعي للوزارة. وبيّن السيد الوزير بالأرقام ما تم إنجازه خلال العشرية الأخيرة. فعلى المستوى الثقافي تم ترميم منارات مساجد ولاتة
وتشيت وودان، وفهرسته ما يزيد على 10,000 مخطوط، ورقمنته 800 مخطوط، وتقديم دعم مادي للمهرجانات والتظاهرات الأدبية والفنية والأنشطة الثقافية والتراثية والمسرح، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون أوقية قديمة. وفي مجال الصناعة التقليدية، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، تم بناء فضائين مجهزين بمعدات الإنتاج بمدينتي كيفا وأطار، ودعم 800 حرفي وحرفية، وكذلك عديد المشاركات في المعارض الدولية. وفي ميدان الإعلام، بيّن الوزير أنه تم استصدار منظومة قانونية كرست حرية الصحافة وحررت الفضاء السمعي البصري، توجت بإنشاء 5 قنوات تلفزيونية حرة و5 إذاعات، وإنشاء شركة عمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني، واقتناء منصة بث فضاء رقمي تجمع القنوات الموريتانية عبر باقة واحدة تسهيلا لاستقبالها دوليا، إضافة إلى تحويل مؤسسات الإعلام الرسمية إلى مؤسسات ذات خدمة عمومية. ينضاف إلى ذلك إنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وتوسعة التأمين الصحي ليشمل الصحفيين العاملين في الصحافة الخاصة. وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة مستوى التعاطي المرن بين الحكومة والبرلمان. تميزت العشرية الأخيرة بالسهر الدائم من طرف الحكومة على سير علاقة منتظمة مع البرلمان تراعي احترام مبدأ الفصل بين السلطات. طبعا تمت المصادقة على العديد من القوانين، الأكثرية منها قوانين منشئة ساهمت بشكل كبير في ترقية الحياة السياسية الوطنية والنمو الاقتصادي للبلد، وترقية أيضا السياسات الاجتماعية. أعلنت الجمعية الوطنية اليوم أن الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة البرلمانية 2018-2019 ستفتتح يوم الاثنين المقبل الموافق لفاتح إبريل 2019 عند الساعة 5 مساء. وجاء في نص الإعلان أن رئيس الجمعية الوطنية طبقا للمادة 52 الجديدة من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية يدعو السادة النواب الموقرين لحضور جلسة افتتاح هذه الدورة. نتحول مشاهدنا الكرام إلى ولاية أدرار، حيث أشرف وزير شؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صباح اليوم بدار الشباب الجديدة في أطار على انطلاق دورة تكوينية حول فقه الإمامة وأساليب الخطابة. وتنظم هذه الدورة من طرف القطاع بالتعاون مع الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا لصالح أئمة ولاية أدرار. فقه الإمامة وأساليب الخطابة موضوع مهم يتكون فيه أئمة أدرار من خلال هذه الدورة التكوينية التي ينظمها قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا. برنامج الدورة يتألف من عدة عروض ومحاضرات تتناول رسالة الإمام ودور الخطيب وآليات الخطبة الناجحة. مواضيع يتلقاها هؤلاء الأئمة خلال يومين هما مدة هذه الدورة. في المستهل تحدث وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عن عناية القطاع بالأئمة معلنا افتتاح هذا اللقاء العلمي مع الأئمة في هذه الولاية. يسعدني أن أشرف معكم اليوم على افتتاح هذه الدورة التكوينية التي تدخل في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الرامية إلى تطوير خبرات السادة الأئمة وترسيخ معارفهم حول فقه الإمامة وأساليب الخطابة، بغية الاطلاع بالدور المحوري للإمام والخطيب في نشر العلم والوعظ والتربية والإرشاد، وذلك من أجل ترسيخ قيم شريعتنا الغراء المؤسسة على الوسطية والاعتدال والمحبة والتسامح، وهو ما يليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الأهمية الكبيرة من خلال العديد من البرامج والسياسات. إنكم تحملون رسالة عظيمة ومهمة جسيمة يتطلب أداؤها اكتساب مهارات في مجال الإمامة والخطابة، وهو ما نرجو الوصول إليه من خلال هذه الدورة. وتثمينا لما تقوم به السلطات العليا للبلد لصالح الأئمة والعلماء، تحدث رئيس الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا شادا على قبضة الأئمة في تأدية رسالتهم على أحسن وجه. باسمكم وجهوا بالغ الشكر
لفخامة رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز على استتباب الأمن في مأموريتيه وبذل الجهود في إنشاء الكثير من مصالح الشعب في شتى المجالات. والشكر موصول إلى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على العمل الطيب الذي تقوم به للقطاع الإسلامي عموما وخصوصا العلماء والأئمة. أما العمدة المساعد لبلدية أطار الشيخ مار عينين والسعد بوم فقد هنأ الأئمة على هذا التكوين ورحب بقيادة القطاع ممثلة في الوزير وفي الوفد المرافق له. وتتنزل هذه الدورة في سياق التكوين المستمر الذي تنظمه الوزارة لصالح الأئمة في مختلف الولايات وبتأدية علماء وباحثين من القطاع. هنا بنواكشوط وقعت بلادنا مع مفوضية وقعت بلادنا اليوم طبعا مع مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل بقيمة 25 مليون أورو في إطار دعم جهود تحسين المالية العامة ودعم الأمن والتنمية والصمود في مواجهة الآثار المترتبة عن الهجرة السرية. جرت مراسم التوقيع بحضور عدد من أعضاء الحكومة ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. مباني وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط احتضنت مراسم توقيع هذه الاتفاقية المتعلقة بتمويلات هامة من الاتحاد الأوروبي لتكامل الأمن والصمود والتنمية في موريتانيا، وهو التمويل الذي من شأنه أن يعمل على تعزيز تسيير المالية العمومية والتحسين من الحكمة الأمنية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية برا وبحرا. المكون الرئيسي لهذا البرنامج هي عبارة عن دعم مالي بمبلغ 20 مليون يورو على مدى سنتي 2019-2020، ويشكل هذا الدعم المالي بالنسبة لنا سمة جديدة لثقة ودعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعتبر جزءا هاما من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الهادف إلى ترقية النمو المستدام والشامل لصالح جميع المواطنين. المدير العام للتعاون الدولي والتنمية لدى المفوضية الأوروبية سيد مانسر فسي جدد الشكر للحكومة الموريتانية على الثقة التي تحظى بها لدى الشركاء في التنمية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق اليوم يترجم متانة العلاقات بين الاتحاد والحكومة بالنظر إلى تجارب العمل المشترك الإيجابية السابقة، مؤكدا حرص المفوضية في نفس الوقت على تنفيذ تعهداتها للحكومة الموريتانية في هذا المجال. وسوف يمكن تنفيذ هذا البرنامج من دعم خطط سياسة الاقتصاد الكلي الموجهة نحو الاستقرار والقيام بإصلاحات تسيير شفافة للمالية العامة ودعم استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. خلدت بلادنا أمس اليوم العالمي لمحاربة السل تحت شعار لقد حان الوقت لإنهاء السل، وتسعى بلادنا من وراء تخليد هذا اليوم لمزيد من التوعية والتحسيس بأهمية الكشف عن هذا المرض وتقديم العلاجات الضرورية للمصابين به. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نخصص حلقة الليلة من ضيف المسائية الإخبارية التي تأتيكم مباشرة بعد هذه النشرة لمحاورة السيد عبد القادر والأحمد المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الصحة. انطلقت صباح اليوم في فضاء التنوع الثقافي بالعاصمة فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان التبادل الثقافي بين مكونات الشعوب الإفريقية. ينظم هذا المهرجان من طرف منظمة أمام بالتعاون مع مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. نظرا لما تزخر به بلادنا من تقاليد وعادات تختلف من منطقة لأخرى وتتنوع في ثرائها من مجتمع لمجتمع، كانت ثمة هيئات غير حكومية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية الوصية على نفض الغبار عن هذا الموروث الذي يعكس في جميع تجلياته عمق الثقافة الموريتانية الأصيلة. منظمة أمام تعمل في هذا المنحى على إحياء مهرجان سنوي للتبادل الثقافي بين الشعب الموريتاني وشعوب القارة. إن تراثنا وثقافتنا المتجذرة عبر التاريخ هي بعد استراتيجي تراهن عليه الدولة في سبيل تحقيق التضامن وولوج قيم المواطنة القادرة على مواجهة تحديات العولمة الجارفة، والتي من أهم مميزاتها التطرف والهجرة غير المرخصة والجريمة المنظمة والعبر للغارات. يتنزل هذا اللقاء الثقافي الهام
في إطار التوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب نحو تناقح الأفكار والتجارب أملا في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يعيشها الشباب، والتي تسهر حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد سالم البشير على تنفيذها. رئيسة مهرجان تبادل الثقافات السيدة أم كان تحدثت في كلمة الافتتاح عن أهداف هذا المهرجان السنوي، مؤكدة أنه يفتح المجال أمام البلدان الإفريقية للمشاركة في موريتانيا بنماذج من الصناعات التقليدية والعادات التي تتباين في أجزاء كبيرة منها مع العادات الموريتانية. برنامج المهرجان يتضمن معرضا لمقتنيات وتحف كانت في مرحلة من التاريخ جزء من مكونات البيت الإفريقي وأصبحت اليوم تراثا يحتاج إلى المزيد من الاهتمام. هذه السنة الخامسة ننظم هذه المهرجان ويشارك فيه موريتاني موجودة، تقاليد موريتاني كامل ما شاء الله موجودة، واللي دول المجاورة اللي هون في موريتانيا ساكنين هون في موريتانيا، عندنا السودان مشارك، كوت ديفوار، عندنا نيجر مشاركة، كاميرون، ما شاء الله نحن فرحانين إنه الناس كاملين هون دور يشاركوا للتيام تبادلوا ثقافاتهم، ناس يتكلموا عن كل حد تقاليدته، وياكي قد يجمعنا كاملين نتكلموا عن السلام وأهمية وحدة الوطنية أولا في موريتانيا، ووحدة والسلام والتكامل مولي بين الدول الإفريقية والموريتانيين. ثلاثة أيام متتالية هي الفترة الزمنية التي خصصها المنظمون لهذه التظاهرة، وبالإضافة إلى العروض اليومية يتضمن البرنامج سهرات ليلية متنوعة. قامت جامعة شنقيط العصرية بتعاون مع فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موريتانيا مساء أمس حفلا تم خلاله تكريم المتفوقين في المسابقة القرآنية المنظمة من طرف المؤسستين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ضمن مساعيها الرامية إلى تعليم القرآن الكريم ونشر علومه وتشجيع حملته وحفاظه، جامعة شنقيط العصرية تنظم هذا الحفل الخاص بتكريم الفائزين في المسابقة القرآنية من عشرات نخبة القراء والحفاظ الموريتانيين في المحاضر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. إن جامعة شنقيط العصرية قياما بواجبها في تعليم كتاب الله ونشر تعاليمه وتكريم أهله وحفظته والمهارة فيه والذين هم أهل الله وخاصته، بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي جعلت في أولوياتها العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتجويدا وفهما وتفسيرا، قامت الجامعة بتنظيم مسابقة القرآنية للحفظ والتجويد والأداء، وتتموقع هذه الأمسية ضمن رمزية العناية بالقرآن الكريم الذي هو حبل الله تعالى. وفي هذا السياق فإننا نشيد بجهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية في هذا المجال من خلال طباعة المصحف الشريف وإنشاء قناة المحضرة وإذاعة القرآن الكريم. وتميز هذا الحفل بتقديم قراءات قرآنية متميزة للطلاب الفائزين في هذه المسابقة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وتخللت الحفل إلقاءات لنصوص أدبية وشعرية ثمنت علوم القرآن وما لها من دور كبير في فهم النصوص الشرعية وترسيخها في الأذهان وضرورة التمسك بها، كما تم توزيع جوائز نقدية وإفادات مشاركة على الفائزين المتفوقين في المسابقة القرآنية بفرعيها الجزئي والكلي، تقديرا لجهودهم التي بذلوها وتشجيعا لأدائهم في مجال حفظ القرآن الكريم وتجويده.
نظمت جمعية الحياة للأمومة والطفولة المؤتمر الوطني الأول تحت شعار نحو توعية مجتمعية بصعوبات التعلم. رئيسة الجمعية السيدة فاطمة منت البشير أوضحت في كلمتها خلال المؤتمر أن هذا النشاط يأتي في إطار تنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى أن المشاكل المتعلقة بالتعلم خاصة بالنسبة للأطفال الذين هم بنات المستقبل، وسيتم تشخيص واقع هذه الشريحة بغية إشراكها في بشكل أكبر في الرعاية والتربية. وشدد الدكاترة الباحثون المشاركون في المؤتمر في هذا المؤتمر الأول للجمعية على ضرورة العناية بالأطفال المتأخرين ذهنيا وإدماجهم في الحياة العامة. الآن مشاهدينا الكرام نرحب بمحمد والبلال ليقدم لكم أخبار الاقتصاد. مساء الخير محمد. مساء النور سميرة، أهلا بكم بمشاهدينا الكرام، نلتقي بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا، ونبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أشرى المشرعون البريطانيون اليوم تصويتا على الاتفاق الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في محاولة جديدة لكسر الجمود الحالي لبريكست، وناقش أعضاء البرلمان اقتراحا بالموافقة على اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. جاء الاقتراح بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على تمديد تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس إلى 22 مايو إذا وافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق الانسحاب. تبادل مسؤولون وقادة أعمال من عديد الدول الآراء حول تقنية الجيل الخامس للاتصالات، وذلك في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوية، وتسعى بلدان كثيرة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكية في مختلف المجالات، خصوصا في مجال ضبط إشارات المرور وحساب سرعات جميع المركبات وعادات القيادة للسائقين، حيث ستمكن هذه التكنولوجيا من التحكم بدقة في الفترات الزمنية للأضواء لضمان حركة مرور سلسة، حيث تعتمد عمليات نقل المعلومات والإشارات في هذا الصدد على تقنيات الجيل الخامس. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام الفقرة الاقتصادية، عودة الزميلة بتة من تجدالي وما تبقى من النشرة، لكن بعد الفاصل. شكرا محمد. ختام النشرة تذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل وفدا أوروبيا برئاسة المدير العام للتعاون الأوروبي. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ينظم في أطار دورة تكوينية حول فقه الإمامة وأساليب الخطابة. توقيع بين بلادنا ومفوضية الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل بقيمة 25 مليون أورو لدعم المالية العامة والأمن والتنمية ومواجهة آثار الهجرة السرية. إذن بإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، إلى اللقاء.